بالنسبة للحجر الأسود فيه سنن كثيرة. أولا التسمية مع التكبير، يقول بسم الله الله أكبر، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرت لكم بأنه ثبت التكبير عنه صلى الله عليه وسلم والتسمية عن ابن عمر. الثاني تقبيل الحجر الأسود واستلامه، هذه السنة الثانية أن يقبل الحجر الأسود. تقبيل الحجر الأسود يكون بوضع شفتيه عليه من دون إظهار صوت ومن دون لحس، مثل ما يحصل من بعض الحجاج هدانا الله وإياهم يلحسون الحجر الأسود، هذا كله من المخالفات. بل رأينا من يلحس جدران البيت الحرام، نسأل الله العافية، أيضا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تبركون بهذا، هذا التبرك ممنوع وغير مشروع. إذن السنة الثانية تقبيله بوضع شفتيه عليه، وكذلك بماذا؟ استلامه. كيف الاستلام؟ يكون بوضع اليد عليه، بلمسه، وبعض العلماء يقول بمسحه، يعني يضع يده هكذا بمسح، والمسألة واسعة. الثالث الاستلام فقط دون التقبيل، الاستلام دون التقبيل، لأنه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع تقبيل يده التي استلمت الحجر أو أي شيء استلم فيه الحجر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير ثم استلم الحجر الأسود بمحجن. ما هو المحجن؟ عصا معكوفة. ثم قبل المحجن عليه الصلاة والسلام، قبل المحجن عليه الصلاة والسلام. الخامس إذا لم يستطع الاستلام والتقبيل ولم يستطع أن يستلمه بشيء بيده أو بيده، فإنه يشير إليه فقط ولا يقبل يده. واضح؟ هذه السنة المتعلقة بالحجر الأسود، هذه السنة المتعلقة بالحجر الأسود. إذن إذا أشار إليه بيده هل يقبل يده؟ ما يقبل يده. طيب لمسه بعصا أو بمظلة معه الشمسية هذه، هل يقبلها؟ نعم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقي سنة أخرى وهي ثابتة عن بعض الصحابة، التزام الحجر الأسود، والتزامه يعني احتضانه. كم صار عندنا سنة؟ من يعدها لنا؟ إن شاء الله جيدين بالإجمال والتفصيل. لا ها، من يعدها لنا؟ ها الشيخ أبو إبراهيم. استلام الحجر يعني باليد. طيب لمسه، نعم تقبيله، لمسه بالمحجن أو باليد أو بأي شيء، يشير ولا يقبل. في أمر آخر ذكرنا، الالتزام لأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أحسنت، نعم. بقي سنة وهي السجود، وهو ثابت عن ابن عباس، السجود على الحجر الأسود، أن يقبله وأن يسجد عليه.